عاملين ايه؟ ده الفيديو الثالث ليا، زي ما وعدتكم هعمل لكم ريفيو عن حاجات بسيطه جدا 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 بس فرقت معايا قوي. حاجات رخيصه جدا، يعني بصوا اي حد ممكن يشتريها، يعني كلهم مش متعدين ال10 جنيه. اغلى حاجه فيهم ممكن تكون يعني هو الفازلين الطب اللي عامل 35 جنيه. تمام، هقول لكم انا استخدمته في ايه ونفع معايا في ايه وما نفعش معايا في ايه. يلا بينا. ده اول حاجه، طبعا كلكم اكيد عارفينه، كريم جونسون مرطب. في مرطبات اغلى منه، هو ده ابسط حاجه. هو عاجبني وماشي على بشرتي، انا بشرتي دهنيه وهو عاجبني جدا. طبعا عندكم للدهنيه في حاجات اغلى زي بابنسين كريم، انا هبقى اجيبه برده واجربه وانقل لكم عنه ريفيو، بس ده كده الحاجه اللي انا ايه ضمناها يعني لبشرتي. ده عامل يا بنات 9 جنيه اهو. في منه البينك تقريبا بس انا ما استخدمتوش، انا جربت الازرق بس وكل ما بيخلص بعيد. انا اصلا تقريبا مخلصاه. سوري يا جماعه كان في حد بيرن. ده الفازلين الطبي، انا مخلصاه خلاص. ده بجد اختراع، واللي لسه ما جابتهوش هتندم. ده استخداماته كتير قوي يا بنات، بجد تحفه جدا جدا جدا. يعني بصوا مبدئيا كده بيتحط على اطراف الشعر بيخليها جميله قوي، بس انتي ما تكتريش لانه بيدهن، فانتي حطي حاجات بسيطه قوي على اطراف الشعر اللي مش عايزه تقص اطرافها. انا ما بقصش اطرافي لاني عايزه اطول شعري، هو المفروض تتقص بس يعني انا عن نفسي ما بقصهاش. تاني حاجه مرطب حلو قوي للبشره الجافه برضه، بس انتي ما تزوديش، هي النقطه منه بتكفي وبتكفي بزياده. حطيه على شفايفك قبل ما تنامي، تصحي تلاقيها رطبه. حطيه تحت عينك، بيقلل الهالات السوداء بس مع الوقت، يعني ما تحطهوش شهر وتيجي تقولي لي ما عملش حاجه. عشان يجيب نتيجه يا بنات لازم 6 شهور اقل حاجه، انا قلت لكم 6 شهور. تمام، هو انا شايله اللزقه بتاعته اصلا ومطلعه عينه، بس هو استحمل معايا كتير قوي. تمام، زيت جونسون الناس كلها بتجيبه عشان ايه؟ وشها وشعرها، بس انا ما بجيبهوش عشان كده خالص. بصوا بقى ده زيت ورد، حبة صغيرين. انا بعمل ايه بقى؟ ده زيت ورد خام، شايفين؟ مش عارفة باين، هو حبة صغيرين خالص. الحبة الصغيرين دول بملى بقية الازازة عليه زيت جونسون، فبيبقى كده بالظبط. شوية زيت ورد خام صغيرين وبقيه الازازه زيت جونسون. بيعمل ايه بقى ده؟ ده بيفتح اي مكان غامق، بس برضو مع الاستمراريه، ما تعملوش مرتين ثلاثه وتيجي تقولي لي ما عملش حاجه. يعني ايه مع الاستمراريه؟ يعني كل يوم لمده مثلا شهر ونص بيتحط عادي، يتحط على الاماكن الحساسه، عادي يتحط على الكوع، يتحط على الركبه. بيعطر اول حاجه، تاني حاجه بيفتح معاكي وبيشيل الاسمرار كله. تمام، اللي هتجربه اي حاجه بقول لكم عليها، اللي هتجربها تيجي تقول لي نفعت معاها ولا لا. تمام، بصوا بقى ده زيت الشاي، بصراحه جميل قوي. انا ما كنتش مصدقه الفوائد بتاعته لحد ما انا جبته. انا استحيله كنت اصدق ان زيت شاي بيعمل كده، او ايه ده؟ كنت بسمع دايما زيت الشاي بيشيل الحبوب وبينشفها وكده، بس ما كنتش بستخدمه. جبته خام من عند العطار، من اي عطار الحاجات دي. تمام، بيتحط على موضع الحبايه بس كل يوم لمده 3 ايام، بينشف حقيقي الحبايه يا جماعه. بصوا الحبايه اللي هي المجروحه قوي وتحسيها كبيره قوي، ده بيحرقك. اول ما بيحرقك اعرفي ان هو هيجيب مفعول على طول، ان انا جربت حرقتني ما كنتش طايقاه. استنيت دقيقتين ثلاثه كده لقيتها هدت. تمام، تحفه قوي، بس لمده 3 ايام زي ما قلت لكم، واللي هتجربه برده تقولي.
تل التفاح. فوايده بجد لا تعد ولا تحصى. انا لسه عارفة فوايده من قيمة برضو شهرين ثلاثة، كنتش بستخدمه نهائي. اول فايدة ليه، بيشيل قشر الشعر قبل ما تغسلي شعرك بربع ساعة، تدلكي فروة راسك بزيت الشاي. قبل ما تغسلي شعرك تدلكي فروة راسك بخل التفاح. مش من مرة هيشيل القشر يا بنات، تمام؟ لازم تقعدي مثلا 3 مرات في الاسبوع كده تعملي كده، ريحي فروة راسك مرة، تغسليها من غير خل التفاح، وتعيدي لحد ما القشرة تروح خالص من شعرك. ما تدلكيش بضوافر ايدك، دلكي باطراف الصوابع، تمام؟ تاني فايدة ليه بقى، ودي الاهم، اجمل تونر ممكن تستخدميه في حياتك. فكك بجد من الحاجات الغالية، انا جربت الحاجات الغالية، في نيفيا وفي ايفا وفي معرفش ايه لا بجد ده احسن بكتير، بجد احسن بكتير. بصوا هي دي ب5 جنيه بس بتعمل العجب يعني، وهيقعد معاكي فترة كبيرة. عشان تعملي منه التونر حلو، بتجيبي كوباية، ربع كوباية خل تفاح، وبقيت الكوباية مية معدنية. ما عندكيش امكانية تجيبي مية معدنية، تعملي ايه، بتغلي مثلا كوباية مية في الكاتل وتسيبيها تبرد وتقومي حطاها، سهلة جدا، المهم تكون نقية يعني. وكل يوم تستخدميها على بشرتك، يا ريت تحطيه في التلاجة عشان لما بيكون لحاجة ساقعة بتبقى منعشة للبشرة اكتر، تمام؟ بنسينول انا لسه جايباه من اسبوع، فهتلاقوني بس استخدمت استخدام اسبوع واحد بس، انا بجربه حاليا، بطلت الفازلين على اطراف الشعر وبدأت استخدم بنسينول علشان اشوف مين الاحسن فيهم، تمام؟ بنسينول كمان بيتحط تحت العين كترطيب، ممكن ترطبي بيه وشك كمان بدل كريم جونسون، ممكن ترطبي بيه شعرك، في ناس بتحطه على الشعر كله، بس انا ما برجحش احط حاجه على الشعر غير سيرم، اي سيرم، ويكون سيرم كمان خالي من السلفات والحاجات دي والسيليكون، عشان فيه سيرم كتير قوي كده. بنسينول على اطراف الشعر احسن من الفازلين. الفازلين حلو برضو، بس ده احسن في ايه بقى، مش بيلزق الشعراية، يعني الشعر بيمتصه في وقتها، ده بيتحط مرة واحدة على اطراف الشعر، تمام؟ تحت العين برضو جميل، للشعر برضو، كل دي تجارب ناس، بس انا حقيقي ما جربتهوش تحت عيني. انا بحط تحت عيني الفازلين، ومش كل يوم، بحطه يوم ويوم، تمام؟ اللي جربته واللي برضو يعني شافته معايا لاول مرة في الفيديو هتجربه تقولي رأيها، وتقولي برضو على الشعر كامل حلو وعلى البشرة كامل حلو وتحت العين بس حلو، يعني قولولي طيب، عشان انا كمان استفاد منه، ادينا بنفيد بعض. انا ضيعت الغطا بتاعي، مش عارفة انا وديته فين اصلا. ميبو ده انا بكره ريحته جدا. بصوا كنت بشمها في الحروق وانا في المستشفى، فكرهها من ساعتها. ميبو جميل قوي لاثار الحروق، اثار الجروح، لاي اثار عايزه تخليها تروح، هو ميبو بجد بجد مفعوله تحفه جدا، واكيد معظمكم جربوا. اي جرح سايب اثر، اي حرق سايب اثر، بس لازم يكون الجرح يعني لسه حي، مش مثلا تجيبي لي جرح بقاله مليون سنه وعايزه تخليه يروح يعني، فاهماني؟ 35 ميبو. زيت القرنفل انا كنت هنساه، زيت القرنفل ده بقى حكايته حكايه، اول مره اسمع عنه. جميل قوي في تكبير الشفايف يا جماعه، تكبير الشفايف طبيعي كانك عامله فيلر، انا ما بستخدموش كتير بنساه اساسا، بس هو جميل، انا قعدت استخدمه اسبوع بجد فرق معايا، وبالعكس الشفايف ما بترجعش زي الاول، بتفضل زي ما هي، بس لو عايزه تكبريها بجد استمراريه لمده شهر، كل يوم تحطيه وبعديه مرطب على طول لانه بيحرق. عندك بقى زبده كاكاو، عندك زبده شيا، ممكن تحطي فازلين، عندك برضو ببنسين مرهم بتاع اطفال لونه بينك كده، برضو تقريبا 70 جنيه، مش عارفه،
الحاجات دي هسأل عليها لاني لسه ما اشتريتهاش. انا بقول لكم على اللي انا اشتريته واثقه من السعر ده ب5 جنيه. 5 جنيه زيت قرنفل من عند العطار، وزيت الشاي برضو ب5 جنيه، وزيت الورد ب5 جنيه. تمام، اسمعوا كلامي بجد، ده تحفه جدا يا جماعه، تحفه جدا، جربوه مش هتندموا ابدا. بصوا بقى، جل الصبار، جل الصبار ده انا سمعت عن ماركات كتير وقلت اجيبه من عند العطار، بتاع العطار ما عجبنيش، زايد ان ريحته بجد نفاذه قوي وانا ما بحبش كده خالص. قررت اجيبه من ماي واي. ده من ماي واي اهو، شايفين الاسم بتاعه. بصراحه هو عجبني يا جماعه. ده جل الصبار التاني اللي استعملته، ما استعملتش غير الطبيعي، ما استعملتش غير ده. ده عجبني. بصوا هو مش عارفه، بصوا شايفينه جميل قوي وريحته حلوه، وحقيقي برايمر جميل قوي قبل الميك اب. عجبني جدا على فكره بجد، وسعره مش غالي خالص، واكيد في منكم ناس جربته. هو عجبني حقيقي، بس لازم ارطب بعديه لانه هو مش بيرطب. تمام كده، نكون وصلنا لاخر حاجه في فيديو النهارده. معلش طولت عليكم شويه، بس كان لازم اشرح لكم كل حاجه. الفيديو الجاي ان شاء الله عايزاكم بقى تقولوا لي افكار، يعني الفيديو الجاي عايزين يبقى عباره عن ايه؟ رفيع تاني ومشتريات تاني، ولا عايزين حاجات تانية، ولا ريفيو، ولا ايه بالظبط؟ عايزين حاجة معينة اجيبها واعمل لكم ريفيو عنها، عايزين شوفوا اللي انتوا عايزينه وانا هعمله لكم. تمام، وان شاء الله كل مرة اقدر افيدكم اكتر من اللي قبلها. واللي استفادت من الفيديو ياريت بقى شير، بقى سبسكرايب، لايك، كومنت، قولوا لي رأيكم وخلوا صحابكم يعملوا سبسكرايب. منتظرة بجد رأيكم في الفيديو، وشكرا لكم.